أنا الفنان طالب العبيدي من البصرة، رسالة إلى كل محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، بغداد، موصل، رمادي، صلاح الدين، ديالة، كل المحافظات شمالية، وسطى، جنوبية، ناصرية، نجف، كربلاء، الكل الكل تسمعني. رسالة شديدة اللهجة، شنو تريد تعتبرونها؟ اعتبروها. جايتنا بطولة خليجي 25. شوفوا يا محافظات العراق، الكل اللي يجي يأجر أو يسكن في فندق ما يلوم إلا روحه، لأن قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لكم. ومبادرة شباب البصرة لتفريغ 2000 دار سكنية جاهزة وبانتظاركم، وهذا الكلام يشمل حتى جمهور الخليج بصورة عامة، لأن البصرة ديرتكم. وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.